قرار جديد أقرته محافظة الأنبار قضى برفع سعر أمبير الكهرباء للمولدات الأهلية، قرار ولد استياءً كبيراً لدى سكان المحافظة لا سيما من أصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة. طبعاً احنا متضررين اليوم من ارتفاع بين شهر وشهر، ترتفع يوم يصير 20 الأمبير، يوم 25، يوم 15000، يوم 10000، هذا كليته أثر علينا احنا كمواطنين. طبعا الكهرباء هاي صار فترة مو زينة بصراحة، يعني متقطعة جدا، والمولدات أصحاب المولدات أسعارهم دا تعلى شوية لأنه ما دا يتوفر لهم المادة المستهلكة اللي هو الغاز. أصحاب المولدات الأهلية في مدينة الرمادي من جانبهم اشتكوا من قلة تجهيزهم بالوقود لتشغيل مولداتهم، مطالبين بزيادة حصتهم من مادة الغاز. البارحة شنو الحل اللي قلنا اياه؟ انه سعر الساعة تصير ب 50. احنا من قالولنا قلنا لهم اذا سووها ب 60 ما صرف لنا. احنا ما نريد تصعيد سعر الساعة، احنا نريد غاز. اما السلطات الحكومية في الانبار فتحدثت عن جملة اسباب لهذه الازمة، ابرزها زيادة الاحمال نتيجة ربط بعض الاقضية بمدينة الرمادي مع زيادة الكثافة السكانية في المحافظة. النسبة السكانية الكبيرة اللي موجودة أيضا في المدينة، 220 ألف نازح موجودين في مدينة الرمادي من عموم المحافظة موجودين داخل المدينة، استهلاك عالي صار عندنا، وأيضا فوق الاستهلاك العالي إضافة هيت وكباسة والمحمدي صارت على مدينة الرمادي، هذا أضفت أيضا أعباء جديدة على المدينة، فقطعا راح يكون الزيادة يعني واضحة. هي أزمة مركبة ضحيتها المواطن في الرمادي الذي بات ارتفاع سعر أمبير الكهرباء سبباً جديداً يثقل كاهله، فيما زال قطاع الطاقة في العراق يترنح بين استشراء للفساد وابتزاز إيراني فاضح.